يلا بنضربها كفالة تلاتة لأن سورية من سكتها كلنا بشر لك كلنا بشر فهمة. كنت مخطوفة يومين، عادل الفنان اللي خطفتني والفنان آدم أخذني بسياسة لعنده أساس بده يحكيني، أخذني فوتني على الصبر اللي بده يجيب غراض وبلش يضربني. بس يا فنان آدم أنا ما رح أسكت عن حقي، وهيدا الضرب اللي ضربتني رح تدفع حقه. ما تقربي صوبي لأنه أنا بنت مجنونة.